رح نرجع على اجواء البربارة انا ونتالي بكره مش بالحلقه. فبدنا نخبر كل شيء عن البربارة الناس من القمح للقطايف لغيرها. رح نروح لاحد الافران بمنطقه جسر الباشا مع احد الموظفين المعنيين بهذا الموضوع جوزيف كيروز. بدنا نقول له صباح الخير. كيف اجواء التحضيرات للقطايف والمعكرون؟ بونجور جوزيف نخلي باردون. تحضيرات كثير حلوه. اسمه. نعم. الاسعار كيف السنه؟ تفضل. ولا يهمك. بونجور عبدو، كيفك؟ الاسعار كثير حلوه، الزبونات راضيه على الاسعار لانه الجوده اللي بنقدمها بكيروز على طول جوده عاليه ونوعيه كثير مرتبه. الاجواء عم نحضر لها، العالم عم تحجز من قبل بوقت، من قبل 4-5 ايام عم يدقوا لنا على التليفون عم يوصلوا لعنا ليحجزوا. الحمد لله في اقبال على العيد واجواء العيد كثير حلوه. نعم. يعني بتتوقعوا نسبة عم نسمعك جوزيف، يعني الأوضاع كلنا بنعرف أنه في أوضاع صعبة يعني، ولكن العيد أو الحياة المناسبة ما بتحلق إلا مع قطعة حلو، يعني شو عاملين هيك شيء سبيسيال السنة؟ صح، نحن كل شيء سبيسيال مقدينه، وعنا حلو عربي منزلين، مشبك حلبي، مشبك عادي، معكرون مشوي، معكرون مقلي، عنا القطايف بالجوز، قطايف بالقشطة. والأجواء مثل ما قلت لك وشرحت لك، رغم الأوضاع المعيشية بالبلد في إقبال على الأعياد مثل ما قلتي لحضرتك، حبة الحلو والقطايف بتمثل لبناني بالعيد البربارة خصوص ليأكل القطايف لأنه بيكون مشتاق كتير لطعمة القطايف. بلشت التوصيات من هلا؟ الحمد لله. والحمد لله يعني ما حاسين. نعم، ايه بلشنا توصيات من قبل 3-4 ايام وناطرينك تشرفنا كمان لندوق القطايف. اكيد اكيد، انا ونتالي رح ننزل سوا متشنجل، وانطوانيت بتقلنا روحوا شمال وروحوا يمين. ليكو بحط ريتا حتى 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 بدي زيد شغله، انه الزبون كمان مرتاح اكثر واكثر بالنسبه للاجواء العيد، لانه كمان عندنا سيستم الفول كارت. الزبون عم ياخذ اغراضه كلها على الكارت، ما عم نزيد اي شيء عليها، فول كارت. حلو، فالاجواء حلوه ومرتاحه ومرتاحين باذن الله. نحن بدنا نقول لك ميرسي جوزيف، عقبال كل سنه. نعم. سلم لنا على العبير. وكل التحيات لكم، يعطيكم الف عافيه وعقبال كل سنه.